نائب رئيس النادي الاهلي، تحياتي لحضرتك وتحياتي الكابتن حماده مرزوق. الله يخليك كابتن ايهاب، ازي حضرتك؟ كابتن ايهاب ازي حضرتك فندم وكابتن حماده، اهلا وسهلا، اهلا منورين بحضرتك، دايما النادي الاهلي. ربنا يخليك اهلا يا مع بحضرتك، الوزير، الله يخليك فندم، وحشنا جدا. ورئاسه ربنا يخليك. رئاسه بعثه النادي الاهلي في مباراه مهمه جدا، الاهلي وفاق سطيف، وحضرتك رئيس بعثه، ان شاء الله تروحوا وترجعوا بالف سلامه، وترجعوا لنا ان شاء الله بالفوز والمكسب ان شاء الله. الله يخليك، ان شاء الله كده دعواتكم بالخير، كده ان شاء الله كده باذن الله رب العالمين نكون موفقين ان شاء الله باذن الله. ويمكن كان في النهارده لقاء كده ما بين رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب والجهاز الفني واللاعبين بعد التمرين بتاع الصبح. الحقيقه انا قال لهم المدى يعني المباراه المهمه دي بالنسبه لنا مباراه مهمه جدا للغايه ومدى اهميتها، وانا لازم تكون على قدر الحدث. وانت عارف ان لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله دايما رجاله، والجهاز الفني ان شاء الله كله مقدر ان شاء الله كده زي ما احنا متعودين، يكون عندنا حاله الانضباط اللي متعودين عليها دايما، وان شاء الله يكون التوفيق حالفنا باذن الله ان احنا نسعد جماهير النادي الاهلي العظيمه ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق يا سياده الوزير. سياده الوزير، اكيد في ترتيبات معينه لبعثه النادي الاهلي، الكابتن سمير عدلي بيسابق البعثه، وان شاء الله كل الامور الاداريه وكل الامور تمشي على ما يرام في هذه المباراه الهامه. ان شاء الله باذن الله الامور كلها مترتبه بشكل طيب لراحه اللاعبين، والحقيقه كل حاجه تم متابعتها بالكامل مع الكابتن سمير والكابتن محمد يوسف. الحقيقه هم باذلين مجهود كبير جدا جدا لراحه اللاعبين والجهاز الفني، وان شاء الله باذن الله يمكن زي ما بقول كده ان يبقى في نفس اللي احنا متعودين عليه، انضباط تام، التزام تام، تحمل مسؤوليه كامله تجاه جماهيرنا العظيمه. ان شاء الله يكون التوفيق حالفنا باذن الله رب العالمين، عندنا حلم وبنجري وراه وان شاء الله ربنا هيكرم باذن الله رب العالمين. سياده الوزير بقى كمشجع اهلاوي شايف المباراه دي ازاي؟ مباراه رغم ان النادي الاهلي كسب او فاز هنا بهدفين، والنادي الاهلي متعود على هذه المباراه الثقيله، ولكن دايما بيتقال انها مباراه صعبه والاهلي ما بيتكلمش غير بعد، لكن كمشجع اهلاوي شايف هذه المباراه فنيا ازاي؟ والله المشجع ما بينفصلش عن المسؤول، يعني في الاخر زي ما قلت اللاعبين عندنا في النادي الاهلي بطبيعتهم بيتحملوا المسؤوليات بشكل كبير. ان شاء الله باذن الله رب العالمين في تركيز كامل، احنا ما بنبصش للمباراه اللي احنا لعبناها الاولانيه، عندنا مباراه مهمه، عندنا هدف اسعاد جماهيرنا العظيمه، عندنا هدف ان احنا ان شاء الله نعمل حاجه للنادي الاهلي ونضيف باسم النادي الاهلي دايما الخير. فان شاء الله بمشيئه الله باذن الله رب العالمين يكون التوفيق حالفنا باذن الله رب العالمين. طبعا الجزائر بلدنا الثاني، ضغط الجماهير وقت المباريات ده بيبقى متوقع جدا، اكيد عاملين اللعيبه طبعا عارفه ده، واكيد حضرتك رحت مباريات كبيره في هذا الشان في الشمال الافريقي وعارف قد ايه ضغط الجماهير في الشمال الافريقي. متابعين الموضوع ومتابعين طبعا، وعندنا نقطة واضحة جدا اللي هي العلاقات العربية، وان احنا ازاي بالفعل يكون عندنا التزام كامل، وان احنا نقدر المسؤولية ونقدر الظروف اللي بتمر بيها المنطقة العربية، وبالتالي احنا بنقدر ونحترم الحياة دولة الجزائر وجماهير الجزائرية كلها، وبنحترم الفريق اللي احنا هنلعبه. ناس طول عمرها الحقيقة أدائها قوي جدا، وناس طول عمرها أدائها بتلعب كوره بشكل طيب، وبالتالي احنا كمان الحمد لله لينا اسمنا الكبير اللي دايما الناس بتقدره وبتحترمه. كلنا هنشتغل على مباراه مهمه وهنلعب المباراه كانها مباراه بمشيئه الله ان شاء الله. يمكن الجو هناك برضو متقلب شويه، برد مطر برد بالظبط كده بالظبط كده، وبالتالي يعني ان شاء الله احنا عاملين حسابنا على كل دوت. سياده الوزير، عايز اقول لحضرتك مبروك ولكل يعني عن جماهير النادي الاهلي والنادي الاهلي عقد الملابس الجديد امبرو، ومبروك على الفرقه الرياضيه، مبروك على النادي الاهلي شركه الملابس الجديد. والله انا الحمد لله سعيد جدا بالتعاقد، وسعيد وحابب ان جماهير النادي الاهلي تكافئ الشركه اللي بتقدر وتقدر قيمه النادي الاهلي. تمام، ويا ريت لو بالفعل كل جماهير النادي الاهلي النهارده تحط اللوجو بتاع الشركه على البوستات البروفايلز بتاعتها، نوع من انواع السبورت للشركه بوقوفها جنب النادي الاهلي، وان هي النهارده تبقى راعي ملابس النادي الاهلي في حد ذاته ده شيء طيب، ولازم جماهير النادي الاهلي تبقى بتقدر وبتتعامل مع اللي بيقدرنا بنفس القدر الكبير. النادي الاهلي اسم كبير وبراند عالمي في قيمته وفي تاريخه وفي عراقته، فبالتالي كان من الطبيعي
ان لما في حاجه زي دي اكتر من شركه، وكمان لما ترسى يعني العطاء على شركه انجليزيه بتاريخ كبير، كابتن محمود الخطيب، النجوم الكبار لبسوها مع كابتن حماده مرزوق ضيفي برضو لبس هذه الماركه في النادي الاهلي، الماركه العريقه امبرو، فبالتالي هي ماركه عريقه جدا وماركه انجليزيه. 120 نادي على مستوى العالم بيلبسوها، منهم 6 انديه انجليزيه، وبالتالي هي ماركه كبيره وعريقه وتليق بالنادي الاهلي. هي اسم كبير، والنادي الاهلي دايما معودنا على الشركات العالميه ودايما بيتحرك على الملف ده، ولازم الحقيقه نشيد بالكابتن محمود الخطيب رئيس النادي في الملف ده، لانه اداره الحقيقه باقتدار ونجحنا بالفعل من خلاله خلال اداره التسويق ان احنا النادي الاهلي يحصل على حق الرعايه دي، الشركه الانجليزيه اللي بتلبس منتخب انجلترا، وبالتالي اعتقد ان شاء الله باذن الله يبقى الموسم دوت بدءا من شهر 12 يبقى شكلنا مختلف باذن الله رب العالمين ان شاء الله. سياده الوزير، قبل ما اشكر حضرتك لو حابب تقول اي حاجه. بتمنى لكم التوفيق، وبتمنى لقناه النادي الاهلي دايما الازدهار، وعندنا اهداف كثيره في قناه النادي الاهلي كل مدى مطلوب ان هي تبقى للافضل والافضل، دايما عندنا شيء طيب بنقدمه للشعب المصري وجماهيرنا، بنقدم لهم الالتزام الكامل، الاحترام، الحب، الانتماء لبلدنا، الانتماء لمؤسستنا، بنجتهد على ان احنا نرفع علم مصر في كل المجالات. اتمنى كل خير لجماهير النادي الاهلي وان هم دايما يكونوا سعداء، وان شاء الله باذن الله رب العالمين نكون دايما على قدر المسؤوليه تجاه اعضاء الجمعيه العموميه وجماهيرنا الكبيره ان شاء الله. بتمنى لكم كل التوفيق. شكرا معالي الوزير، تروحوا ترجعوا بألف سلامة وكل توفيق لبعثة النادي الأهلي إن شاء الله لا تغادر صباح الغد إلى الجزائر، تروحوا ترجعوا بألف سلامة السيد العامل فاروق الوزير السابق للشباب والرياضة ونائب رئيس النادي أعتقد كان